الغربية، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقة كتير حلوة اليوم مع الشفشادي. وهلا لانه على الهوا بدي لكم شغلة بس بسرعة بسرعة. عن جد صار لي 10 دقايق عم حاول ما خلي حدا ياكل من البطاطا ما على فيك الطريقة على الطريقة على البطاطا على الطريقة نسينا على الطريقة اليابانية. عن جد كتير طيبين، اللي ما كان معنا صار معنا. اول شيء برحب فيكم من جديد وبقول لكم عم تحضروا حالكم كرمال عيد الامهات، عم تفوتوا على الفيسبوك عند الشيف شادي او عالم المطبخ او رشه ملح وعم تتحدوا الاخرين الامهات او غيرهم بالاطباق اليوميه اللي عم يحطوها والصور. عم تتابعوني كل يوم، تبعتوني امبارح كمان انا عم حضر اللازانيا، وهلا اللازانيا لكوينه بالفرن، بعد شوي صغيره رح نشيلها وبس تبرد نقطعها اليوم، اللي هي لازانيا بالسبانغ معموله بطريقه كمان كتير حلوه. هذا كله اسئله. عم تحضروا كمان حلقات الشيف شادي على اليوتيوب، ناطرين كتاب الشيف شادي، هذا كله كمان من الاسئله. فيكم تعرفوها كمان بس تفوتوا على صفحات عالم المطبخ او فوتوا على الشيف شادي بروفايل تبعه. طيب لما كان معنا صار معنا اليوم عملنا وصفه بتعقد بتجنن، اللي هن الكروكيت او الجابانيز كروكيت او الجابانيز بوتيتوس كروكيت، اللي هن بطاطا على الطريقه اليابانيه مقليين. باختصار مفيد، شو عملت؟ بطاطا مسلوقه مهروسه منبرده، اوكي؟ شو بنعمل بعدين؟ بنكون عاملين على جنب لحمه مفرومه مع زيت زيتون، بصل، شويه زبده بقلبها، ومنطفيها او بنحط عليها شوي صغيره من الصويا، شوي صغيرة من الملح إذا احتجنا، وشوي صغيرة من الفلفل الأسود. صار عندنا اللحمة مستوية، البطاطا مستويين، اللحمة باردة، البطاطا باردة، بنجمعهم مع بعضهم بيطلع عندنا مزيج عجينة. هيدي هي العجينة اللي أنا خبيتها شوي صغيرة، رح ناكلها بعدين، رح نفتحها. هيدي هي العجينة. بعد ما تطلع نحن عندنا شو بنعمل؟ بنعمل منها من البوليت أو بنعمل منها من الأشكال اللي بدنا إياها، فين يكونوا مبرومين، فين يكونوا جلل صغار اللي بدكم إياه. شو بنعمل من مرقة ساعتها؟ نحن بالطحين، بعدين نحن بنخفقه من البيض، فينا نحط مع البيض من الصويا وخل الرز إذا أردنا، مشان نعطي كمان الطعم الياباني أكثر وأكثر. اللي ما بده هالأشياء في طعامها بأشياء ثانية مثل الكاري، مثل الزعفران، مثل الدبس الرمان، مثل الأتشيتو بالساميكو اللي بدكم إياها. وبعدين بالكعك المطحون والزيت علينا وقدمنا بعدين. واو ما اطيبها، بتعقد بتجنن. وهيدي كمان لصديقنا عليها والف صحتين، بتعقد. ننتقل هلا لوصفه كمان كثير بنحبها، اللي هي فتت المكدوس او فتت الباذنجان، بس معموله بطريقه مختلفه شوي صغيره، اللي هي طريقه كيف بنعمل. شو يا علي مبسوط؟ مبسوط ها؟ حكوا شيء وشك مش من شايفة، بروم 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 بروم، بدي اعرف شو عم تاكل وشرفك. ما بدي طيب اوكي خلص. اوكي لكن نحن الباذنجان، باذنجانات بنجيب باذنجانات حلوين طوال بعقدوا، بنغسلهم قبل بساعه. بس هالباذنجانات عنا يصفوا من المي لانه ما لازم نقليهم وهن عندهم المي. هلا كان في طريقه تنقليهم، مليون طريقه في عالم بيقشرون وبيشرولهم راسهم، بيقشرون وبيقلون. في عالم بيقطعوا لهم راسهم وبشقوهم هيك بالنص هيك بالطول وبيقلون، اوكي؟ وفي عالم بيخلوا الراس بيقشروها وبيقلوها. اللي انا رح اعمله اليوم رح اختصر هودي كلهم لانه في اسباب لهذا الموضوع، اللي هو كم سر هيك حلو. اول شيء انا ما بدي اعبي الباذنجاني زيت، يعني معناتها ما رح قصها قبل ما اقليها. هذا واحد. ما بدي خلي تعبي الباذنجاني زيت، يعني انا اذا بشلها راسها، وين الباذنجاني؟ هون. خلينا نجيب الباذنجاني لهون، هي باذنجاني. اذا انا شلت لها راسها الزيت بيدخل عليها من هون من الراس، والراس عندي بيسود. هذا واحد. اثنين، اذا بدي اقشرها تسود كمان كثير من برا، انا ما بدي هذا الموضوع. واللي بده ياكلها من دون قشر في يشيل القشر بعدين. واذا قطعتها بالنص هيك بيدخل كمان الزيت على قلبها وبتعبي كتير زيت. فيعني معناتها كيف يا شيف شادي بدك تقليها؟ رح اقليها هيك مثل ما هي هيك من بعد ما تنشفها، وفي عليها مي بالخالص لانه المي مع الزيت بتعرفوا انتم كيف. بس هلا الزيت عندي يحمى، بسقطهم بالزيت بقليهم دقيقه دقيقه ونص، بحطهم شوي صغيره بمصفايه، من بعد ما اقليهم بنطر شوي بس يبردوا نتفه صغيره، بجي بشقهم بالنص وبتشوفوا ما اجملها بياضه ساطع بيعقد من جوا، بحشيها بعدين بالحشوه اللي بدي اياها. هلا بتشوفوا كيف. اوكي انا هون عم حمي الزيت، كيف الوضع؟
فرجينا نشوف بعد شوي، خلينا نحطها هون وهلا بنرجع على هذا بنشيلها هلا بنحطها ورا هالكفر، وهلا بنرجع على الزيت نبلش نقلي فيه. بدنا ننتبه كثير لانه انا عم بعمل هلا صلصه البندوره وعم بعمل كمان اللحمه كلهم حد الزيت، فبده يكون شوي صغيره متأني حتى ما يدخل شعبين برمضان مثل ما بيقولوا. ما بعرف انه احنا ما احنا ما نحن هالزيت يدخل او المي تبع اللحمه تدخل بالزيت، فراح امشي على مهلي برجع انا لهون منولع تحت هون منولع تحت هون على نار خفيفه هيك. هون بدي اعمل انا اللحمه وهون بدي اعمل صلصه البندوره، وصلصه البندوره اليوم راح اعملها بطريقه كثير طيبه كثير طيبه. الليل بلبنان وبالدول العربيه بيعملوها بهالطريقه مشان يحطوها مع الفته. الليل ليل ليل. طيب انا اليوم تزكيت شوي صغيري، ما تزكيت، سبقت حالي شوي صغيري وقليت اللحمه حتى ما ننطر كثير، يعني اللحمه اللي بدي استعملها انا قليتها قبل، فاحنا ما ننطر ويعني شغله طويله. فاللي رح اعمله هو التالي، رح انا بلش هون زيت زيتون زيت زيتون ما هيك، ورح دخل كمان بالوصفه شوي صغيره من الزبده، رح تشوفوا كيف. يعني انا بتعرفوا ما كثير بحب الزبده، بس رح دخل هون شوي مع انه الزبده طيبه، بس ما كثير بحب دخل الدهون بالاكل، زبده وزبده. وبنرجع وراح اخذ هون، راح بلش راح اخذ انا البصل اللي عندي، راح يدخل البصل بالوصفتين، يعني راح يدخل البصل وين؟ هون راح نعمل نحن صلصه الطماطم، وهون راح اعمل انا اللحمه المفرومه. اوكي؟ انا بعتقد انا الزيت صار عندي اياه حامي، خلونا نشوف كيف الوضع؟ واو منيح كثير. جيب البتنجانات التانيين كلهم سوا، خلي بس وحده عندك يا شيف شادي، وبنقلي كل الباقيين. طلعوا ها، وحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه، حلوين عشره هيك معك. وانا بجي هيك انا نقلش نقلبهم شوي صغيره بالطريقه، منقوي تحتهم كمان النار وننتظر شوي صغيره. هلا بنرجع لعندهم، لكن هون بصل طلعوا كيف بدنا نعمل اللحمه تبعيتنا، وهون بدنا نعمل صلصه البندوره تبعيتنا بسرعه يا شيف شادي. نقوي النار حتى نستعجل بالموضوع فوق البصلات يلي بدي استعملهم كرمال اللحمه المفرومه. بنزل فيهم شوي كمان من اللوز، شوي صغيره كمان من الصنوبر، هيك بيحمروا شوي صغيره معهم. وبدي نزل كمان فوق خلطة البندورة اللي هي هون البصل، رح نزل شو؟ رح نزل توم، ولا بعدين التوم كمان رح دخله بصلصة الطحينة. ليكو صار عندنا هون اثنين، ورح نحرك هون البتنجان، طلعوا كمان البتنجانات الحلوين اللي عم نقليهم هلا، طلعوا فيهم مع راسهم حتى ما يسود، اللي ما كان معنا صار معنا هلا، طلعوا كيف. وهلا كمان دقيقة دقيقتين، انتبه دقيقة دقيقتين منبلش نشيلهم. اوكي بسرعة، وهون وحدة، وهلا هون شلنا كمان اثنين، شلنا كمان ثلاثة، وهون أربعة هيك، وهون كمان دقيقة وحدة. وطولنا عليهم لأنه نحن قلنا إنه دقيقة مش أكثر من هيك، ضلوا دقيقتين. رح نوطي هون ونشيل الزيتات بالخالص، خلصنا من هذا الموضوع ومحلهم هون صار للزيتات. اوكي لكن احنا هلا هون عندي البصل والسنوبر، وعندي هون البصل والثوم، رح اقربهم لعندي شوي صغيره هيك، ورح نولع هون، طلعوا كيف. وهلا بنزل اللحمه اللي انا قليها قبل، طلعوا فوق السنوبر والبصل. اوكي طلعوا كيف، حركنا مزبوط حتى بس ما نطول، لان لو انا اللحمه عندي اياها كان ني فيني امشي فيها عادي، وعملناها كذا مره، بس ما اطول بهذا الموضوع، خلوني اشتغل بهالطريقه هيك. وهون كمان عندي البصلات تبع صلصه البندوره اللي عم نعملها بسرعه. هلا شو بعمل؟ فوق البصل وزيت الزيتون وشويه زبده والثوم الموجودين، بجيب شويه صغيره من البندوره الطازه اللي عندي، تطلعوا كيف؟ بنسقطها بقلبها. عم نعمل صلصة بندورة بتطوش وقليل كتير مثل ما قلت قبل، بيعملوا هيدي الصلصة بهالطريقة فيحطوها مع فتة البتنجان. هلا بتشوفوا كمان كيف هيدا كله صار، فينا نحطه كمان ورانا بهالطريقة. اوكي واو، صار كله انا عندي هون
صار جاهز، وهون الخلطة كمان صارت جاهزة. بحط لها بس شوي صغيرة أنا من البهار الأسود، أكيد ما فيها ملح، بتعرفوا أنا بحط الملح دايما باللحمة بالآخر. طلعوا كمان كيف، ها، وهون كمان حركناهن وصار عندنا اللحمة صارت جاهزة. أما بالنسبة كمان هون للبندورة رح كمان نحطها هون، رح نكفي برجع بعيد اللي ما كان معنا صار معنا. شو عملنا هونيك؟ زيت زيتون حطينا عليه بصل، حطيت كمان عليهم شوي صغيرة من اللوز، حطيت عليهم كمان من الصنوبر، بعدين زدت اللحمة عليهم، ممكن تكون نية أنا كان عندي إياها اللي قبل مشان سرع الموضوع شوي صغيرة، ملح وبهار اللي بيطعمها بأطعمة تاني مثل أعشاب قصدي أو بهارات ما في عنده أي مشكلة. أما بالنسبة كمان للصلصة اللي أنا عم بعملها هلا هون، لكن شو صار؟ حطيت أنا من زيت زيتون شوية زبدة، حطيت عليهم كمان من الثوم بندورة، هلا بروح كمان على رب البندورة، أوكي؟ هتشوفوا كمان اللي هو معجون الطماطم، طلعوا كيف؟ منحرك كمان شوي صغيرة، وراح كمان هلا حط الشغلتين اللي أنتوا عادة ما بتحطوهم بقلب الصلصة، اللي هن واحد دبس الرمان، ما دام بتحطهم اوكي، في عالم بيقدروا بيحطوا كمان دبس الرمان، وكمان الشغله اللي ممكن كمان ما تحطوها اللي هي التمر الهندي او شراب التمر الهندي شوي صغيره، يعني حوالي ملعقه كبيره. وهلا بنحرك المزيج، جربوها، جربوا هالطريقه، الشيء بيطوش بيعقد. هيدا هو اللون اللي انا صار عندي انا هلا، طلعوا اللون كيف صار عندي هاللون المارون، شراب الهندي مع كمان دبس الرمان، وهلا كمان بندخلن الملحات الحلوين، اوكي، وبندخل هلا كمان البهارات من جديد. وبجي انا بجيب صينيه، هالصينيه رح استعمل هذه الصينيه هون، رح نحطها هيك ويلا تحت النار على الخفيف، وبدلق فيها هالصلصه اللي انا طلع. هذه هي الصلصة اللي طلعت أنا عندي أنا هلأ، كلها مطعمة حلوة. نبرم طفينا، أو خليهم ويلع تحت هيدي، طفينا التانيين كلهم سوا، أوكي. صار عندنا لكن الصوص الحمراء جاهزة مع الشراب أو شراب التمر الهندي ودبس الرمان مع ملح وبهار، صلصة البندورة أو فينا نسميها مش صلصة البندورة اللي هي معجون الطماطم، في كمان بإخواننا بالسعودية أو بالخليج بيقولوا الصلصة، بس يقولوا الصلصة يعني بيعنوا فيها معجون الطماطم أو رب البندورة. نحن هون الصلصة منقول لشراب البندورة، يعني بيكون سائل أكتر، مش مزبوط؟ أنا استعملت كان البندورة، استعملت كمان معجون الطماطم، واستعملنا كمان من الثوم من البصل، واستعملنا كمان من دبس الرمان ومن شراب التمر الهندي، ملح وبهار صاروا جاهزين. اللحمة أنا عندي إياها كمان هون صارت جاهزة، وهون فينا كمان هلأ نستعد لشيء اسمه الحشي. يلا ننتقل هلا بسرعه تفرجيكم هلا شو راح يصير هون. انا بجيب هون باذنجاني من الباذنجان. حبايبي لكم من جديد، نرجع على فتة المكدوس، فتة الباذنجان. عملنا صلصة البندورة اللي ما كان معنا صار معنا، حطينا زيت الزيتون شوية زبدة، حطينا ثوم، حطينا بصل، حطينا بندورة طازة، حطينا رب البندورة، حطينا كمان من الشراب التمر الهندي، وحطينا كمان من دبس الرمان، ملح وفلفل أسود، أوكي. وكتر خير الله خليكي تاكلي هيك ولا كلمة. ما بسمع ولا كلمة، لا كمان هلا أنا عم بقلي شوي صغيرة كمان من الخبز يلي بدنا نحطهم بعد شوي صغيرة كمان مع الفتة. لكن عرفنا صلصة الطماطم، وحضروا حالكم بعد شوي رح تكتبوا كمان الوصفة قدامكم، ورح كمان اقلي بعد وحدة من الخبز. أما بالنسبة للحمة، زيت زيتون، بصل، حطيت عليهم كمان من اللوز، اللوز المقشر مشان هيك نحمص شوي، من الصنوبر، من لحمة البقر المفروم، ممكن تكون لحمة كمان غنم، أوكي، ممكن تكون فيها دهن أو ما فيها دهن مثل ما بدكم أنتم، حطيت عليهم كمان من الصنوبر من اللوز، اللحمة اللزتون مظبوط، وضفنا كمان عليهم من الملح والفلفل كمان بالاخر، وصار عندي كمان خلطة اللحم شو جاهزة. اما بالنسبة للباذنجان، دقيقة وحدة الباذنجانات بقلب الزيت، يعني بس بننزل الباذنجان الصغير الطويل دقيقة مش اكثر بقلب الزيت، وبنشيلهم بعدين من دون ما نجرحهم، من دون اذا كنا جرحناهم
مش هالمشكله الكبيره، بس نحن اذا جرحناهم شوي صغيره شو بيصير؟ بيصير انه بيعبوا بقلبهم زيت، فبسرعه بننزلهم نحن بقلب الزيت، بنعد لدقيقه ودغري بنشيلهم من الزيت. اول شيء خليني انهي بس هالخبزه اللي انا عندي هون المقليه بهالطريقه تنشيل من قدامنا موضوع الزيت، وهيدا الزيت شلناه من جديد، لقينا فيه كمان الباذنجانات. السلام. وليكو هون اللحمه الحشوه بتعقد بتجنن، وليكو هون الباذنجانات بلشت انا هلا، هاي باذنجاني هون، حط الاصبع فيه بنفتحها، بنجيب كمان باذنجان اللي قليناها، بنقصها بالطول، تنزيح هيدي من قدامنا حتى نشوف مزبوط يا شيف شادي. اوكي؟ بنقصها هلا من فوق لتحت، طلعوا كيف؟ بنحط اصبعنا بس فيها، وطلعوا كمان الداخل، لهذا انا عم اقول عنه الداخل لا يحتوي على زيت. برافو. لا اكيد انا اجمل من الداخل تبع الباذنجان، بس انه يعني نرجع واحد ثاني واحد ثاني واحد ثاني واحد ثاني، بعدهم كمان سخنين بسرعه كمان فائقه، طلعوا كيف؟ وهيك كمان اسرع، نرجع كمان هذا كمان الداخل تبع الباذنجان بهالطريقه كمان كثير حلوين، بعدهم كمان جوسي بقلبهم لانه ما خسروا المي بقلب كمان الزيتات، طلعوا كيف؟ بسرعه يا شيف. وهلا بدنا نحشيهم باللحمه ودغري على الصلصه. كيف بنحشيهم باللحمه؟ وخليت الراس تبع الباذنجان يا رولا معلق فيها، لماذا؟ لماذا؟ لماذا يا شيف شادي الراس معلق فيها؟ لماذا؟ بدك تقصهم قبل ولا لا؟ بس ليش خلينا الراس؟ يلا بدك ترجع تقليهم؟ لأنه أول شيء شكلهم حلو، وبعدين الراس ما خلى كمان يعني الراس تبعولا، يعني قصدي هيدا، يعني قصدي ايه؟ هالشرشيب هالراس هيدا ما قصيته حتى ما تسود معي الباذنجاني وما تعبي زيت بقلبها، انا بس قص لها راسها بيدخل الزيت من الراس تمتص يعني زيت. عليكي هلا ما امتص الزيت بالخالص، وطلعوا كيف انا هون هيدي اللحمه كمان هلا بطريقه حلوه، كل عمرك فنان، طلعوا كمان هون يا حلوين يا حلوين أنا. يا شيف شادي كمان هيك بسرعه، واذا وقع منه اللحمه على الخشبه اللي انا عم بشتغل عليها فيني ارجع اجيب اللحمات من دون اي مشكله، عبون مزبوط مزبوط. اللازانيا بالفرن رولا. نعم لازانيا بالفرن، افتحي الفرن. اوكي وهلا كمان فيكم كمان اعملوا معروف، اوعى تشيليها لانه كثير سخنه، فيكم تشوفوا كمان الوصفات قدامكم بلشوا تكتبون. يلا يا شيف شادي بدنا نشيل اسم شيء اسمه اللازانيا من الفرن. يا سلام شو الجمال يا سلام، شو الموضوع؟ في شغلتين حلوين ما فيهم يوقفوا حد بعض، انت واللازانيا، فاذا انت بتحبي تقعدي اذا بتريدي. نعم. والشيف شادي هلا بيسحب اللازانيا السبانخ وبيطلعها لبرا، بمشي لازم تمشي فيها مشوار بقلب الاستوديو عند الجيران، عرفتي كيف؟ تمشي بنعمل موزه بنولع دواليب. انا بولع لها دواليب لهي. اوكي يلا هلا بنرجع لعندك مشان نقصك انت وبردي، لانه لازم تبردي على القليل 10 دقائق. ايه معلوم، ليكو شو حلوين هون نحن هلا، وهلا هيدي الخلطة بنحطها فوق اللحمات هيك بيصير فوق اللحمات باذنجان هن بنحطهم فوقهم. يا سلام ليكو شو حلوين، وبهالطريقة الحلوة لازم كمان يدخلوا لعنا لوين؟ شو بدي اكل لاكل اليوم؟ يا سلام يا سلام عملك ليكي هلا كيف الروحة والمجوة عم نكزر، ليكي شفتي كيف؟ أنا قصد عم بعملها هاي اللعبة، ليكي شو حلوين؟ شفتي شو حلوة هالصينية هي بتتقدم بهالطريقة أنت عارفة؟ ايه شكلها كثير حلو كثير حلو، لأنه مع هالراس تبعولها كل إنسان بيشيل الراس تبعولها، هيك نحن بنعملهم بالمطاعم أو البيفيهات بيعطوا شكل كثير حلو على الصينية الموجودة بالبيفيه، طلع كيف؟ وهون كمان هي معلم التكة هيك طالعة بهالطريقة معلوم كيف؟ روعة عنيف جيف مي فايف أوكي جيب مي فيش، اصلا انا ما بعرف شو معناته جيف مي فايف ما بتعرف شو يعني جيف مي فايف ابدا. لا يلا ليكو هون شو بنعمل هلا، بنجي نحن بندخلهم بعض الدقائق على الفرن، يعني 10 دقائق لان الباذنجانات مستويين، لحم مستويه، صلصه مستويه، ما بدهم يعني الفرن حوالي 5 دقائق بالفرن مش اكثر من هيك احبه. ليه شو بيصير؟ لانه بيستويوا كثير، وحرام اذا استويوا كثير بيصيروا كثير مهلطين، يعني اوريدي فينا ناكلهم هلا صح، مش انه معطيبين بس بصير انه الباذنجاني حرام شكلها مش حلو. أوه. اوكي طيب هيدي هون يا شيف شادي نحطها هون هيك، هيدي هون انا عندي هون الصنوبر واللوز، زيت زيتون يا شيف شادي نتفه صغيره عليهم تنقلل كميه الزبده. نعم. شوي صغيره من الزبده هيك ايه شوي صغيره من الزبده شوي ايوه هيك تمام. بدنا نحمرهم شوي صغير، فينا نحمرهم بالمايكروويف مثل ما علمنا الشيف شادي، حطهم هونيك حتى بسرعه يعملوا. اوكي اوكي
فهون شغله كثير حلوه، فينا نحط شويه زيت بقلب نحن شو اسمه، فينا نقول بول صغيره، ونحط فيها كمان السنوبرات دقيقتين بقلب المايكروويف بيحمروا. اوكي اوكي. بس انا عم نعمله هيك بطريقه البيت البيتوتيه العاديه، مش اوريدي عملنا هيك واوريدي عملنا هيك. طيب يلا. انا ضل عندي شويه لحمه هون، شو بعمل فيهم اللحمات اللي بضلوا انا عندي؟ فيني اجي اعمل هيك من دون اي مشكله وبيرجعوا اللحمات لعندي. طلعي فيني احطهم بالفريزر اسبوع اسبوعين وبرجع بستعملهم من دون اي مشكله. مطبوخين. حتى كمان انا عندي هون الحشوه اللي عملناها اللي ما كان معنا صار معنا من البطاطا وكمان اللحمه، مشان كمان الجابانيز كروكات فيهم كمان يحطوها بالفريزر ويشيلوا الوسخ اللي بدهم بطاطا، وفيهم يعملون بانيه اوريدي. انت ما بتلاقي ليش البطاطا كروكات فروزن؟ ايه بلا بلا. ارفع ايدك اليمين، جيب مي فايف. طيب يا لكن احنا هلا هون بسرعه فائقه، لكن بدنا نعمل صلصه الطحينه يا رولا. الطحينه بعد ما عملناها يلا بسرعه لك وينها التومات اللي حكينا عنهم. طلعوا هون توم، يا سلام على التوم. المقادير كل كوب واحد من الطحينه بده كوب من اللبن وبده نص كوب من المي. كل كوب من الطحينه بده كوب من اللبن ونص كوب من المي. يعني قديش كميه الطحينه مع كميه اللبن؟ اثنين كوبين. يعني مثل بعضهم؟ ايه. يعني كوب من اللبن كوب من الطحينه مع كوب من الطحينه ونص كوب لبن مي. مي، يعني نحن هون اذا جينا نحن كفكير هيك مال طحينه ايه بنحط لبن مثله مثله. كفكير ثاني مال طحينه نرجع بنحط مثله لبن. نعم حط مثله لبن. هيني هيني كثير. كفكير ثالث مال طحينه ولا ما معي خبر هيك انا يلا يلا جو 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 جو. معنا بعد ما حدا معه خبر كفكير لبن. وبنجي هلا صرنا نحن حاطين ثلاث كفاكير بثلاث كفاكير، يعني لازم نحط كفكير ونص بكفكير ونص، يعني لازم نحط من اللبن قليل ما لازم نكتر. بنحط نحن هيك اذا بدنا من المي. طلعيها بنحرك. طلعي شو حلوين. انا هي بعملها لفتت الحمص. طلعيها كمان فيك تعمليها لفتت الحمص، وفيك تعمليها كمان لفتت البتنجان. كيف؟ روعه. بعد شوي صغيره من الكمين بدها تذوق بالنهايه بعدين بتاكد انا. ولمسه الشيف شادي بقلب الطحينه دايما 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 دايما. شو؟ ما تحرقوا السنوبرات. دايما دايما. شوي صغيرة من دبس الرمان بقلبه. عم تمزح شوي؟ مش عم بمزح. حتى بالفتة الحمص؟ حتى بالفتة، وانا حطيت كمان بفتة الباذنجان وفتة الحمص بس بدون ما حدا يعرف. طلعي يا دبس الرمان. واو واو شو بيعطيني جمال وشو بيعطيني. يلا نيكست تايم. هون هيك انا صار عندي، لكن هون عندي صلصة الطحينة جاي. سوري نسينا. شايف قد ايه حطيت تقريبا؟ ملح نص ملعقة صغيرة. من شو؟ من الدبس. ملعقة صغرورة وقد ما حد بيحب فيك تحطي أكثر. اوكي. لمسة ساعتها قد ما بده الإنسان وقد ما بيحب الإنسان. ماشي. هلا حطينا بهار أسود. هون كمان ليكو ها يا سلام على السنوبرات تبعولي واللوزات. بحرك ملح وشوية فلفل صرنا حاطين وصاروا جاهزين. أنا عندي يا شيف شادي هيك، وبنجيب نحن هون كفكيرا صغيرا ونضعه هنا، وصار عندنا صلصة البندورة تعلمناها، حشوة اللحمة تعلمناها، الباذنجانات كيف بنقليهم كيف بنقصهم كيف بنحشيهم، ما هيك؟ صح. وعملنا كمان السنوبرات هون واللوزات هون. شو بعد بدنا؟ وتعلمنا اليوم البطاطا على الطريقه كمان اليابانيه، مع كمان الموضوع البانيه ما بانيه القصص كلها سوا. واللازانيا اللي عملناها امبارح شويناها على بدنا القصه بسرعه. بنشيل نحن طيبة. هون عن جد ما بقى تحطوا لي اياها لان تاكلوا كثير هيدي. اوكي هون يا سلام. اوف شو فينا نروح عند الجيران؟ فينا نبرم؟ فينا نعمل مظاهرة؟ يا تفضل. فينا نولع الوليد؟ بدنا نلحق. فينا نطالب بيه؟ اوكي بس بليز انا هلا فينا نعمل شغلة واللي هي التالية، وبدي ارجع اعمل شغلة ثانية. صحن اوكي رح اعمل أول شغلة. اوكي بنجي بأول شغلة بنجي نحن هون بنشيل شيء اسمه باذنجان مع الصلصة. معي؟ معك. هي باذنجان مع الصلصة. اوكي؟ هون خلينا نحرك شوي. بدي ملعقة اعملي معروف من جوا. كبيرة أم صغيرة؟ لا صغيرة. هاي باذنجان مع الصلصة، معي ولا مش معي؟ معك. نجي على صلصة الطحينة حتى فوقها. اوكي شوي صغيرة طلعي كيف. وبنجي على الخبز المحمص. هيك نجي كمان شوية طحينة. ارحمنا. شفاكيب. وبنجي بعدين خلص هلا لك.
هيدا كمان كصحن. برافو برافو. اذا بدنا نعمل صحون صغار او كبار هيك بنحضر الصحن، اما اذا كنا عائله بالبيت مثل ما نحن بنحب بعضنا بلبنان كثير وبالدول العربيه شو بنعمل يا شيف شادي؟ ليكو شو بنعمل؟ بنجيب معنا الخبزات، معلش بنكسر الخبز فوق الباذنجانات مثل ما هن هيك، اوكي؟ طلعوا كيف؟ نعمل هالطريقتين هيك، وبنجي نحن بقلب الطحينه، صلصه الطحين طلعوا كمان بقلب الصينيه نفسها اللي عم نشتغل فيها، طلعوا كيف؟ حطينا فوقهم نشتغلها بهالطريقه هيك، وبنجي نحن بعدين شو بنعمل؟ بنجي لا شيف لا عن جد لا فهمين كيف الموضوع يعني هون هيك، اذا كنا كلنا سوا والعائله كلها موجوده وناطره. هلا بنشيل اول كف اذا بتريدوا اذا ما بدك فوف، وبعدين بناخذ لنا يا سلام بقدونس يا شيف شادي، بقدونس يا شيف شادي بهالطريقه هيك. وبيجي انا هون بزينهم شوي صغيره بالبقدونسات، واخر لمسه شيف شادي هالبهارات عليهم، وانا فيني اقول هون انه عندي صار كثير سخنه بهالطريقه فينا نقدمها على نص الطاولة بس نكون مجموعين. فتت مكدوس باذنجان. فينا نروح عند الجيران، فينا نبرهم، فينا نروح على الضيعة، فينا نعمل مظاهرة، فينا نولع دوليب. أنت خليكي هون. أنا بدي أقدم اللازانيا، قربي لهون، قربي قربي قربي. يلا. لازانيا تنقدم لكم بس هيك شقفة من اللازانيا حلوة بتعقد بتجنن، رح نجيب هاللازانيا لهون. اللي شويناها هيك، معلش إذا وسخنا الدنيا وكنا موسخين، معي هون السكين كمان، بنقص بهالطريقة تطلعوا بالنص. أنا ما كنت معك امبارحة، هيدي هيدي لازانيا. أحسن كتر خيرك يا الله إنه ما كانت معي امبارحة. أوكي، طلعوا كمان شو حلوين هون. هيك طلع عندي ست بورشيونات يا شيف شادي كبار، ونحن كمان هون ها طلعوا كمان دايما امبارحة لأنه أنا اليوم معك طلع 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 كيف طلع كيف، وهلا كمان أنا رح شيل بورسيون بتعقد بتجنن من النص، وفرجيكم كيف بنحطها كمان بقلب صحن. كمان هون عندنا صحن بهالطريقه، خلوها هيك، وبنجيب نحن هلا مشاحيف اللي عندنا او المشاحف، بننزل بهالطريقه وبناخذ بليز. شوفوا لي اللازانيا، لازانيا مع السبانخ، ليكوا كيف هالهبله الحلوه اللي ماشيه معها كلها سوا بهالطريقه احبائي. نجي صحن ثاني ابيض روجي اصغر توقف عنا، كمان بناخذ هون بالزاويه بس بدي انا بس كثير اصغر. اي وحده اصغر؟ اصغر بكثير اصغر، ما فيني هلا انا بدي اشيلك ما قطعناها. لا طيب يا ويلك يا دلك يا شيف شادي، قطعنا هون كمان هيك صغيره، نبرم كمان هون تبوها كمان هون سخن كلنا كلنا كلنا، ونشيل هيك كمان نحن هون، خلينا نقطعهم مضبوطين من الاحرف تبعولها هيك، وبندخل كمان ومنشيل طلعوا كيف بهالطريقة هيك بنقدر نحملها، ومنشيل نحن هاللازانيا هيك شو هالشكل، ونجي بنحطها هون، واكيد فيكم تزينوها مثل ما بدكم. لازانيا مع السبانخ كانت وصفة امبارح، شي بيطوش بيعقد بجنن، واليوم عملنا وصفة الجابانيز كروكيت او البطاطا الباني على الطريقة اليابانية، وعملنا فتة المكدوس على طريقة خلينا نقول على طريقة مين؟ على طريقة الشيخ المحشي. مين هيدا؟ الشيخ المحشي كان هو بالعهد القديم بالعهد القديم كان يحب كثير الباذنجان، اوكي؟ كان عايش بعكار بالقبيات